هلا بنات، شلونكم؟ مساء الخير. رجعت ياكم الفيديو كلش راح تحبوه، اللي هو طريقة الكيكة والصوص الجديد. انا هذا الصوص كلش حبيته، يعني بعد بكل شيء راح استخدم هذا الصوص. تابعوا الفيديو للنهاية وراح تعرفون الطريقة كليتها. هنا انا اول ما قعدت طبعا دا اسوي فطور، فغسلت الباقلة اليوم اللي حسوي الفطور مالتي باقلة بالدهن، فغسلت الباقلة ونقعتها بمي وملح وغسلتها كل زين. بعدين راح احولها بجدر. تعرفون الباقلة اللي مفلسة تجي شوية وسخة، لانه ما تعرفون منو مفلسة وهيك شي، مو مثل اللي احنا نفلسها، يعني انه احنا نفلسها بيدنا ونعرف انه نعرف نظافتها، فهاي لازم نغسلها كل زين. انا هنا حطيت لها ماء وملح وراح احطها على النار. هسه خلصت من الباقلة، جيت على الكيكة. انا الكيكة ما اعرف انطي مكونات وانطي مقادير، يعني عيني ميزاني احب اسوي الشغلة. بس المكونات اللي استخدمتها هي بيضتين بيكنج باودر فانيلا، كيسين بكيسين طحين، هاي الكمية اللي استخدمتها. وزيت ما استخدمته هواية لانه ما اريدها تصير تتفتفت. واستخدمت حليب ومي، حطيت كوبين من هذا الكلاص اثنين، وسكر حسب انه انتو تحبوها فاهية، اقصد تحبوها مرة او تحبوها حلوة مو فاهية. فهنا انا بالبداية يعني راح اطرق البيضتين يعني واطرق وياها السكر، وتابعوا الفيديو راح تشوفون. بنات مثل ما تشوفون خلصت الكيكاية، وراح اضيف عليها اضافة ورا ما خلاص. يعني انا حطيتها بالجدر، عجبني اسويها بجدر صغير لان قالب ما عندي صغير، عندي بس قالب كبير وانا اريدها تصير شوية عالية. فاستخدمت هذا الجدر وحطيت قبل لا احط الخليط حطيت شوية زيت وطحين. هنا أنا عندي نستلة يعني بس كاكاو، حطيتها
على مود الذوب، يعني من اجي اقطع الكيكه الكيها محشه نستله. وانا عندي كرات من البسكت، يصير كرات بسكت همي انا حطيتها بالكيكايه وراح ادخلها للفرن. هسه نجي على هذا الصوص اللي قلت لكم عليه. بنات، اي نوعيه شوكليت عندكم؟ اي نوعيه شوكليت انتم تحبوها او انتم شنو تعجبكم؟ اني حطيت هذا الشوكليت الجوزي، وحطيت من عند هذا ابو الكراميل، وهنا على صفحه حطيت شويه سكر وكاكاو، راح اخبطهم سويه وخبط وياهم حليب. اني طبعا نسيت اخبط الحليب وياهم، بعدين ضفت الحليب. انتم من البدايه خبطوا الحليب ويا الكاكاو والسكر، وبعدين حطوهم بالطاوله او بجدر او انتم شنو عندكم. ونستله هم يعني راح اضيف اي نستله انتم تحبوها. انا هنا جبت بس كاكاو، يعني بدون ما محشى شيء. راح احط على النار وابدي اموع بيه، باعوه هيك راح يصير. بنات كلش كلش طيب، يعني انصحكم تجربوه. يعني هذا حتى يصير ويا القهوه، مو الا ويا الكيكه تقدرون تسووها ويا القهوة، حصير قهوة شوكليتية. إن أنا هم نضفت كرات البسكت ويا الصوص على مود ينطيني هيجي طعم طيب. هنا طلعت الكيكة بس حرامات طلعت شوية مفطرة من فوق، ما أعرف شنو السبب اللي صار، بس هي طعمها كلش كلش طيب. هنا أنا أكيد أنا وأنا ما خلصت نظفت السينك، لأن ما حب تصير معين هواية. والباقي اللي مالتي هنا أنا استوت وطفيتها. راح أبدي حاطة صوص على الكيكة، ما حبيت أغرقها كليتها، يعني حبيت أسويها مثل ما تشوفون على مود أغطي هذول الفتحات. أنتوا تقدرون تقصون هذا الفوق كليته وتحطون طبقة كريمة، وبعدين يلا تحطون الصوص. هذا الصوص البقع عندي ضميتها بالثلاجة، حستخدمه ويا القهوة. وهسه راح أحط شوية الزينات. وبنات بس اقول لكم في الشغله، هذا الشوكليت يلزق، يعني حاولوا من تخلصون الطاوه مباشره أن تحطوها بمي حار وتجلفوها، لان راح يلزق. انتم تعرفون الشوكليت يابس، فيعني هاي نصيحه دا انصحكم اياها حتى ما تتورطون وما تقدرون تجلفون الطاوه. فاني بسرعه نقعتها بمي حار وبسرعه جلفتها. بع بنات شلون صارت تجنن. هاي التزيينة راجع بعد لكم انتو شنو يعجبكم تحطون من فوق تحطون. وهذا صار وقت الفطور، فدا اسوي هذا المعون اللي كنا نحبه. فطورنا، سامكم العافيه. هنا انا ورا ما خلصت فطور صليت وخلصت الصلاه، وراح ابلش انظف المطبخ.
بنات ابد لا تتكسلون وتعوفون المطبخ، ها والله خلي نباوع برنامج بعدين نغسل المواعين، ابد ابد لا تسوون هيجي. اني ورا الفطور مباشره اقوم اغسل المواعين، اقول على مود من اجي اتفرج برنامج مرتاحه انه اني البيت نظيف ومواعين ما عندي واتفرج براحتي. اخر شيء ورا ما خلصت شغل البيت وارتاحت فراح اشرب شاي ونقوم هسه بعد عادي نتفرج برامج، اللي يريد يروح يطلع يتمشى، اللي محتاج شيء من الاسواق ينزل يجيبه، ما عندنا بعد شيء على مود انتظر منا لحد ما صير الساعه 11 اتفرج طيبه وبعدين انام. مرات السحر ومرات لا والله ما السحر قبل انام. هنا انا وزوجتي نشرب شاي. هنا انا راح ناكل الحلوه مالتنا وراح نشوف طعمها، والله الطعم كلش طيب. ولهنا أنا بنات ينتهي الفيديو، أتمنى تكونون استمتعتوا واستفادتوا من الفكرة سويتها. فبنات جربوها ودزولي الصورة على الانستغرام، حطيتكم الانستغرام مالتي برابط الوصف. انطوني لايك بنات للفيديو. باي باي.